الا كانت الارض كرويه فالناس اللي كيتواجدوا في الاسفل طبعا غادي يسقطوا، ومن خلالها توصل نيوتن الى كون ان القمر يسقط في كل لحظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو هذا غادي نطرقوا الموقف ديال الكسندر كويري والجواب اللي كيقدموا حول الاشكال اللي كيطرحوا المحور ديال التجربه والجريب. وفي الجواب ديالو على هذا الاشكال فهو كيحاول يميز لنا بين التجربه والجريب ويبرز الفرق بيناتهم. اذا شنو هو الفرق ما بين التجربه والجريب في نظر الكسندر كويري، وكيفاش ساهم كل من التجربه والجريب في البناء ديال المعرفه العلميه؟ داكشي اللي غادي نحاولوا نتعرفوا عليه من خلال هذا الفيديو. اذا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس واعجاب الفيديو والمشاركه ديالو مع الزملاء ديالك من اجل انها تعمل فائده. بالنسبه لالكسندر كويري فهو حاول انه يتجاوز الغموض واللبس اللي كيطرحوا لنا الخلط ما بين التجربه والجريب، لانه حاول يبرز لنا الفرق ما بين التجربه والجريب. فالتجربه او كما كيسميها الكسندر كويري التجربه الخام، هي واحد الملاحظه عاميه حسيه بسيطه يكون فيها العالم بمثابه واحد الذات سلبيه امام الظاهره الطبيعيه. بمعنى ان العالم هنا كيكون مجرد منفعل مع الظاهره الطبيعيه، فالملاحظه ديالو للظاهره الطبيعيه كتبقى ملاحظه سطحيه، فقط كيسجل داكشي اللي كتكشف عليه الظاهره الطبيعيه. وبناء على هذا غادي تكون الاجابات ولا القوانين ولا التفسيرات اللي كيتوصل ليها العالم هي بمثابه واحد التفسيرات ساذجه، تفسيرات ناقصه. وبالتالي فهاد النوع من التجارب ما ساهمش في نشاه العلم، بل كان عائق امام العلم والحركه ديالو والتطور ديالو كيف ما كيقول الكسندر كويري، لان هذا النوع من التجارب كيفتقر العلميه والموضوعيه. اما التجريب فهو واحد المساءله منهجيه للطبيعه من اجل انه يكشف على القوانين المتحكمه فيها بالاعتماد على مجموعه من الشروط والمبادئ اللي كتجعل من التجريب واحد الخطه واحد المنهج منظم وفعال اللي كيؤدي بنا الى الحقيقه ديال الظواهر الطبيعيه. وبالتالي كيصبح هنا العالم عنده واحد الدور ايجابي، لانه كيتدخل في الظاهره الطبيعيه وكيتحكم في الشروط ديالها وكيبنيها وفق متطلبات عمليه التجريب، وهذا اللي كيساهم في التطور ديال العلم والتقدم ديالو. كيقول لنا الكسندر كويري التجربه بمعنى التجربه الخام لم تلعب اي دور في نشاه العلم الكلاسيكي اللهم الا دور العائق، اما التجريب فهو المساءله المنهجيه للطبيعه. وهنا غادي نحاول نقدم لكم امثله على مجموعه ديال القوانين العلميه اللي كانت نتيجه ديال التجربه الخام وتم التجاوز ديالها لاحقا من انتقال العلم للاستغلال وللاعتماد على التجريب العلمي. وتقريبا فكل القوانين اللي تم التقديم ديالها سابقا واللي كتعتمد على التجربه الخام فهي كتعود الى ارسطو. اذا بالنسبه للمثال الاول فارسطو كان كيعتقد بان الاجسام الثقيله كتوصل لسطح الارض قبل الاجسام الخفيفه، وطبعا الجميع كيتفق مع ارسطو في هذه النقطه لان هادشي اللي كنشوفو في الواقع بالعين المجرده. ولكن بفضل التجريب غادي يتم اعاده النظر في هذا القانون، لان مع غاليلي قام بعمليه التجريب فوضع واحد الكره حديديه في الزيت وفي الماء وفي الزئبق وفي الهواء، فوجد بان سرعه الكره كتغير من وسط لاخر، فاستنتج بان الكثافه ديال الوسط هي اللي كتحكم في سرعه الاجسام ماشي الوزن ديالها. وبالتالي الى حيدنا هذه الكثافه ديال الوسط غادي تسقط الاجسام الثقيله والخفيفه في نفس الوقت، وهذا واحد القانون اللي تم الاثبات ديالو اليوم تجريبيا، وهذا اللي كنلقاو فيما يخص سقوط الاجسام في الفراغ كما تشاهدون في الفيديو الان. ثم المثال الثاني هو ان التصور السابق اللي كان سائد في تاريخ العلم هو ان الارض ثابته في المركز والشمس كتدور حولها، وهذا هو اللي كنشوفو حتى حنا انطلاقا من التجربه الحسيه العاميه، لان سابقا كانوا تيقولوا بانه الا كانت الارض كتدور لتاهت الطيور عن اعشاشها. ولكن من انتقلنا الى التجريب العلمي واعتمدنا وسائل متطوره تم التاكد من كون ان الارض كتدور وانها ما كتوجد في المركز، بل الشمس اللي كنشوفوها كتتحرك هي في الاصل ثابته واللي كيتحرك هو الارض. ثم المثال الثالث هو انه كان ارسطو كيميز ما بين عالمين، عالم ما فوق القمر وعالم ما تحت القمر، على اعتبار ان العالم ما فوق القمر هو عالم الكمال، عالم لا نهائي، عالم الهي، اما عالم ما تحت القمر هو العالم اللي كنعيشو فيه فهو عالم نهائي ومحدود، عالم الكون والفساد. ماشي المقصود هنا بالفساد هو الفساد الاخلاقي، بل معناه هو الموت والفناء. لكن هذا التصور غادي يتجاوزو غاليلي من بعد ما راقب السماء بالمنظار، ومن كان كيراقب السماء اتهمته الكنيسة بانه كيتجسس على الله، وانطلاقا من المراقبة ديالو للسماء تبين بان العالم اللي كنعيشو فيه بحالو بحال العالم العلوي، بحال الارض بحال السماء،
وهذا عكس داكشي اللي كان تعتقد ارسطو ملي كان تيقول لنا بان العالم ما فوق القمر هو عالم الهي. وهنا تبين الجاليلي بان هذا العالم العلوي هو كذلك فيه جبال فيه هضاب كيف ما هي في هذا العالم، وبالتالي فاصبح العالم ما فوق القمر والعالم ما تحت القمر عالم واحد عالم متجانس، بمعنى ان القوانين اللي كتحكم هذا العالم هي نفس القوانين اللي كتحكم العالم الفوقي. وهنا غادي يقول لنا قالي الطبيعه كتاب مفتوح مكتوب بلغه الرياضيه. المثال الرابع، ففي السابق كانوا كيعتقدوا بان الارض مسطحه وما يمكنش تكون كرويه، وطبعا فهذه الاجابه هذه هي اجابه ساذجه، لانهم تيقولوا الا كانت الارض كرويه فالناس اللي كيتواجدوا في الاسفل طبعا غادي يسقطوا. ولكن العلم الحديث قدم لنا مفهوم الجاذبيه اللي كيتجاوز هذه الرؤيه الساذجه اللي كانت سائده، وكذلك كيتجاوز لنا القول ديال ارسطو بان الاجسام تسقط لانها تحن الى مكانها الاصلي، في حين انه مع نيوتن فالاجسام تسقط لان السبب هو القوه ديال الجاذبيه، ومن خلالها توصل نيوتن الى كون ان القمر يسقط في كل لحظه. وبالتالي فمن خلال هذه الامثله هذه كيبين لنا بان نشاه العلم والتطور ديالو كان نتيجه التجاوز ديالو للتجربه الحسيه والاراء العاميه الساذجه اللي كانت سائده في تاريخ العلم. وبالتالي تم الانتقال من التامل والانفعال مع الظواهر الطبيعيه الى الفعل والممارسه العلميه باستنطاق الظواهر والمساءله ديالها باعتماد مجموعه ديال الخطوات المنهجيه الدقيقه. وهنا ممكن نستحضر واحد القول ديال كانط اللي كيقول لنا بانه على العالم ان يواجه الطبيعه لكي يتعلم منها، ولكن ليس بوصفه تلميذا يتقبل كل ما يمليه عليه المعلم، بل بوصفه قاضيا يحث الشهود على قول الحقيقه. وبالتالي فقيمة التصور ديال ألكسندر كويري كتبرز من خلال أنه استطاع أنه يميز لنا ويفصل ما بين التجربة في معناها العلمي وفي معناها غير العلمي، بمعنى أنه استطاع أنه يميز ما بين التجربة الحسية الخام والتجريب العلمي، وبالتالي كيأكد لنا على كون أن التجريب العلمي هو اللي ساهم في التطور ديال العلم بدل التجربة الحسية الخام اللي مثلت واحد الدور العائق أمام تطور العلم. يميز كويري بين التجربة والتجريب، ويعتبر التجربة هي تجربة خام وملاحظة عامية لم تلعب أي دور في نشأة العلم، بل كانت عائقا أمام تطوره لأنها تفتقر للعلمية والموضوعية، في حين أن التجريب هو المساءلة المنهجية للظاهرة الطبيعية لأنه يحتكم لمجموعة من الشروط المنهجية التي تجعله أكثر تنظيما من الناحية العلمية، وهو الذي لعب دورا مهما في تطور المعرفة العلمية. إذن كنتمنى نكون وضحت لكم الموقف ديال ألكسندر كويري. في الفيديو المقبل غادي نطرقوا لدرس جديد اللي هو الدرس ديال العقلانيه العلميه، وغادي نحاولوا نطرقوا للمفارقه اللي كيطرحها هذا الدرس. غادي نختموا بواحد المقدمه جاهزه للاستعمال على جميع صيغ الامتحانات، سواء كان الامتحان قوله او نص او سؤال، فقط يكفي انه يكون كيتحدث على العقلانيه العلميه. اذا ما تنساش الاشتراك بالقناه وتفعل الجرس والاعجاب بالفيديو والمشاركه ديالو مع الزملاء ديالك من اجل انها تعمل فائده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.